السلام عليكم، معكم إلهام. ألوغ بغيت نبارطاجي معكم واحد الوصفة زوينة كتخسس البطن. ألوغ في حالة إلا كنتو كديرو ريجيم، طبعا إلا ما كنتوش كديرو ريجيم ما غاديش دير واحد الفائدة كبيرة. هي كدير مفعول، ولكن ماشي بواحد المفعول، أنكم يعني الواحد بدا كيرد باله شنو كياكل شنو كياكلش، يعني باغي أنه ينقص الكرش وأنه باغي ينقصها كجناب. الوغ قلت علاش لا، غادي بما انني انا بغيت نستعمل هذه الوصفه، وكنستعملها سنين هذه من بعد الولاده ديال بنتي الكبيره. الوغ كنستعمل فيها سكنجبير ضروري، والحامض، وهذا الزعتر، واتاي الخضر، والقرفه. الوغ هادو مهمين للوصفه، ما يمكنش اننا نستغنوا على اي وحده فيهم. ونبداو على بركه الله بلا ما نطولوا لا فيديو، ما كاينلاش. الوغ كنحاولوا ناخذوا مرصو بحال هكذا، ونحاولوا اننا نقشروا. حيدوا لي هاد القشره هادي كيف ما كتشوفوا معايا، كباش الا كان شي اوساخ ولا شي حاجه كنديروا غاسوها كنتهناو منها. وكنحاولوا اننا نقطعوها هكا طريفات كيف ما كتشوفوا معايا، نحاولوا نقطعوها طريفات. اللي بغات تحكو تحكو، ولكن اللي تقطعوا طريفات بحال هكا صغارين بحال هكا مرسوات صغار يعني ممكن. كنحتاجوا الحامضه بحال هكا، ما كبيره ما صغيره، بحال هكا تقضي الغرض. الحامضه معروف في التخسيس، معروف بزاف. حاولوا نديروهم رقائق صغارين بحال هكا باش يطلقوا هذاك المفعول ديالهم. بيان سور تكونوا غسلتوهم قبل. هنا كنجيبوا واحد البراد بحال هكا، ما المغربي البراد ديالنا مهم، اي دوله دابا تلقى فيها البراد ما كاينش المشكل ولا شي حاجه كتغطى، المهم انها تكون تغطى، لانني انا ما غاديش نشحرو، يعني ما غاديش نحطو فوق الغاز باش يطبخ. نو، غادي نخلي غير بحال هكذا. غادي ناخذ هذاك الحامض والسكنجبير نوضعهم لداخل بحال هكا، وغادي ناخذ القرفه، وغادي ندير غير جوج عواد. اللي عنده قرفه مدكوكه يدير غير معلقه صغيره. ناخذ هكا نوضعهم هكا، وناخذ اتاي. صدقوني هاد الوصفه زوينه 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 زوينه، فعاله فعاله فعاله. هذه كانت عطاتها لي واحد السيده، هذه معلقه بحال هكا ديال اتاي الاخضر، شي داك اتاي ديال الصويري ولا ما نعرف هذا، هما راه كاينين انواع كثار. المهم اتاي الشيء الاخضر. وهنا غادي ناخذ الزعتر، مابقاش ليا فيه بزاف، هذا كنت جبته من المغرب زوين. كناخذ بحال هكا مقياس، هذا القياس هذا هكذا، كندير هكا ومن بعد نكب عليه الماء سخون، يعني الماء طيبته نكبو عليه هكا كيف ما كتشوفوا البخار. ونسد عليه، حيت هاد الحامض والسكنجبير فيه زيوت الطياره، على هادوك الزيوت باش نحافظوا عليهم باش ما يمشيوش. لا بد ما خص تكون عندنا اي حاجه بغينا نستعملوها، شي براد واي حاجه نغطيوها بحال هكذا باش ما يخرجش لنا هذاك زيوت الطياره، ونخليوها تقريبا هكا نص ساعه تطلق، نص ساعه حتى ساعه الا ربع تطلق، ومن بعد نشربوا قد ما بغينا في لا جورني ديالنا قد ما بغينا. ولكن نخليو كاس في الاخير قبل ما ننعسوا، نشربوه قبل ما ننعسوا هكا نص ساعه ولا ساعه الا ربع قبل ما ننعس. المهم غير نقول غادي ننعس من بعد ونشربوا. والعشاء يستحسن انكم تاكلوا خفيف وتاكلوا بكري،
اللي ما بغاش تعشى تاكل بكري، يعني حدا 6 وتحبس صافي وتشربوا ان شاء الله غادي يعطيها النتيجه. وعملوا لي لايك وشيروا هاد، عملوا شير لهاد لا فيديو سوغي انها وصفه 100% مضمونه، وانا كنجربها سنين هادي، يعني فيما كنقفرها كف الصيف ولا بعد ولاده ولا شي حاجه كنشربها وكتعاود ثاني الكرش كتجمع والجناب كيتجمعوا. ولكن اللي بغات دير الريجيم، يعني اللي بغات تحافظ على الريجيم ديالها وداكشي، يعني ترد البال وتحيد السكر وتحيد شويه الخبز وتنقص المسائل هكا، يعني سا مارش. مي اللي تضرب المسمن والبغرير والمخمار وما جوارهما بس سا مارش با، ما غاديش تخدم مع هاد الوصفه هادي. اللهم اني بلغت. واللي ما تابوناش فلاشان ديالي تابونا ويعمل لي لايك، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. الا بغيتوا هاد الوصفات انا عندي منهم كنجربهم، ولكن هاد الوصفه هادي كنحماق عليها، كتعجبني انها كتساعدني فيت في ان سيمين، ان سيمين سيمانه، يعني اسبوع كتعطيك المفعول، اسبوع تعطيك المفعول، تقدر كاع 3 4 جو هكا تعطيك المفعول الا كنتي فريمون تديري الريجيم، يعني ماشي داك الريجيم القاصح، ولكن تتردي البال والعشاء تتعشي بكري 6 تتحبسي. شكرا لكم، على السلامة، الى فيديو مقبل. بغيت نوريكم كيفاش كيجي اتاي بحال هكا، ما كيجيش هكا حمار ولا حيت فيه الحامض، كيجي زوينه. بسم الله. صراحه رائع، فن. انا بعدا كيوافقني وكيحيد لي على الكرش، ونتمنى انه يساعد كل وحده ولا كل واحد انه بغى يتخلص من الكرش.